أكثر من 50 عاماً على العمل المتواصل يفضي بشركة سبيتاني لتصبح أكثر من مجرد اسم عابر يمر على مسمع المواطن في الشارع الفلسطيني. فعلى وقع الأغاني المصحوب بالدبكة الشعبية الفلسطينية احتفلت الشركة اليوم بالعيد الثاني لميلاد الفرع الأكبر في مدينة الخليل والوطن. أول إشي بهني كل إخواننا اللي إجوا شاركونا الاحتفال، وبهني وبالأخص أهل الخليل لأنه هو المحل في الخليل، وبهنيهم إنه عم بيأزرونا وعم بيشجعونا بوجودهم، يعني عم بيجي أعداد كبيرة. صرنا هذه تاني أسبوع بنحتفل بعيد الميلاد. 2500 متر تختصر في زواياها عالما آخر يذهلك في مواكبته لكل ما هو جديد في عصر الرقميات الحديثة، الأمر الذي يؤهلك للاستغناء عن أي مكان آخر حال رغبت في إضافة لمسات عصرية لبيتك. إحنا الحمد لله رب العالمين وعدنا زبايننا وأهلنا في الخليل إنه إحنا نضل على عروض منافسة وعلى عروض قوية، نأمن للزبائن ولأهلنا في الخليل البضائع. بضائع شركة سبيتاني هوم اللي هي معروفة طبعا، وسبيتاني هوم بيشمل بضائع من خلينا نقول أقل أو أصغر إشي في البيت لأكبر شيء في البيت. وعدناهم إنه يكون في عروض منافسة وعروض قوية باستمرار، وهذا الوعد إحنا الحمد لله قدرنا إنه ننفذه السنة الأولى والسنة الثانية، وإن شاء الله راح نضل على ننفذه على طول باستمرار. فيليبس، إل جي، بيكو، أبل وغيرها الكثير كلها تتواجد في مساحة مكانية واحدة لتغدو بذلك شركة سبيتاني وكيلة لأكثر من 40 شركة عالمية. تقدر تحكي زبون مستدام، كتير بجي هون وبشتري من هون باستمرار. بصراحة عندهم أكثر إشي بيعجبني هون الطاقم تبعهم. أنا الموظفين اللي هون العاملين أنا بحترمهم كلهم، وما عمره ولا واحد فيهم إلا أنه أعطى الوجه المشرق على الشركة، وهذا يمكن السبب الرئيسي اللي عمالي بخليني أتردد عليهم. لعل ما يميز شركة سبيتاني عن مثيلاتها هو حرصها المستمر على إرضاء زبائنها كأولوية مقابل جني أرباحها، لنجد اليوم اسمها علامة جودة تغزو كل بيت فلسطيني. بعد مرور سنتين على افتتاح فرعه الثاني في مدينة الخليل، ما زال سبيتاني اسما رائدا ثابتا ومحافظا على جودة أدائه ومنتجاته بين منافسيه. لتلفزيون وطن، دعاء الأطرش، الخليل.